من الرباط ينضم إلينا جواد شفيق الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك سيد جواد، ماذا ترى في اقتراح العاهل المغربي الملك محمد السادس بفتح حوار مباشر مع الجزائر وتشكيل آلية سياسية بين البلدين لتنسيق التعاون في مكافحة الإرهاب، وما هي سبل تطبيق هذا المقترح على الأرض؟ شكرا على الدعوة. تفضل. في حقيقة الأمر، الخطاب الملكي لأمس في الذكرى 43 للمسيرة الخضراء وضع الأصبع على أحد الجراح العميقة التي تعرفها منطقة شمال إفريقيا في علاقة بين المغرب، المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الشقيقة، مما يؤثر سلبا على إمكانيات التكامل بين دول المغرب العربي، حتى أن الخطاب الملكي قال حرفيا بالوقوف على واقع، انطلق من الوقوف على واقع التفرقة والانشقاق داخل الفضاء المغاربي، ولم يقف جلالة الملك عند فقط الوقوف على مكمن هذا الخلل، بل اقترح ما يمكن أن يشكل بلسما أو بداية بلسم ومعالجة لهذا الجرح الغائر، وهو تشكيل آلية سياسية تترك لمسؤولي البلدين النظر أو حرية النظر في مستوى التمثيلية في داخلها ومهامها وكيفية تشكيلها، لأنه الغاية النبيلة في نهاية الأمر ليس هي الآلية، ولكن هي أن هذا الجمود القائم في العلاقات والذي يمتد لقرابة عقد من الزمن له كلفة باهظة جدا على كل شعوب المنطقة المغاربية، بل وعلى القارة الإفريقية، وعلى علاقة شمال إفريقيا برمتها ودولها مع شركائنا سواء في الاتحاد الأوروبي أو في القوى العظمى والمنتظم الدولي. يعني العاهل المغربي طلب الحوار مع الجزائر دون وساطة من أحد، ما مدى قدرة المغرب على خوض الحوار مع الجزائر دون وساطة من أحد، وما أوجه التفاؤل للعاهل المغربي باستعداده للحوار دون وساطة؟ يعني لما يطرح جلالة أولا، المغرب ليس في موقف ضعف حتى نتحدث عن إمكانياته للتفاوض. نحن دولة لها مكانتها، لها رصيدها، لها حضورها، وجلالة الملك وهو يطرح قضية الحوار مع الشقيقة الجزائر ومع لكن سيد جواد يعني طرح بأنه نعم. ما يجمع يعني في المقابل مدى قبول الجزائر بفتح باب الحوار مع المغرب بعد الخلاف الطويل الذي ذكرته؟ يا أخت، جلالة الملك استشهد بحديث شريف للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أنه جبريل كاد يوصيه بالجار إلى حتى كاد يوريته. ونحن نأمل من جانبنا في المغرب أن يلتجئ أو أن يتعامل إخوتنا في الجزائر بحديث آخر مؤدى، وإذا حييتم بتحية فردوا بأحسن منها. فأملنا أنه شعوب المنطقة هي المتضررة مما يقع. شوف يا أختي، هناك واقعة تاريخية، الحرب التي وقعت بين ألمانيا وفرنسا كانت مدمرة، كانت فيها مئات الآلاف من الضحايا ومن الشهداء ومن الموتى ومن الدمار الشامل. ومباشرة بعد ذلك اليوم الحدود هي تكاد تكون وهمية بين ألمانيا وفرنسا. نحن لم يقع بين المغرب والجزائر هذا النوع من الحروب، كانت في مناوشات منذ حرب الرمال في بداية في ستينيات القرن الماضي، وظلت الأوضاع متشنجة. وأنتم لاحظتم أن جلالة الملك لم يربط الحوار مع الجزائر بتحديد موقف صريح من قضية الصحراء كما تعاملنا في قضية دخولنا للاتحاد الإفريقي. نحن كذلك كانت دعوة صريحة وشجاعة وواعية ومستقبلية بالنسبة لجلالة الملك، وهو يدعو الجزائر عليها أن تتحمل مسؤوليها وحكامها واللي هم أشقاؤنا وما يجمعنا مع الشعب الجزائري في التراب واللغة والمقاومة والدين والجغرافية وكل ذلك. يطرح علينا أن نفتح لعيب أنه في القرن الواحد وضحت الصورة سيد جواد. نحن يعني نعتذر لضيق الوقت. السيد جواد شفيق الكاتب والمحلل السياسي من الرباط، شكرا جزيلا لك.